يسعد كل اوقاتكم متابعي طقس العرب في الاردن. نهار اليوم الثلاثاء بتخف وطئه الحر اللي شهدناها يوم الاثنين، ولكن لا تزال درجات الحراره عاليه واجواء حاره. رح نستعرض واياكم درجات الحراره في وقت الافطار لهذا اليوم ان شاء الله، بتسجل 31 درجه مئويه واجواء غالبا غائمه، الملموسه 29، نسبه الرطوبه 44% وسرعه الرياح خفيفه 25 كيلومتر في الساعه. رح نستعرض واياكم درجات الحراره المتوقعه باذن الله لهذا اليوم في عموم مناطق المملكه، نبداها شمالا واربد بين 32 و 12، المفرق بين 35 و 15 اجواء حاره، جرش 34 17، عجلون 31 نهارا 13 درجه مئويه بتسجلها ليلا. ننتقل إلى المناطق الوسطى مع العاصمة عمان، 31 نهاراً 14 ليلاً أجواء غائمة جزئية، البلقاء 31 نهاراً 14 ليلاً، الزرقاء أجواء حارة 35 درجة مئوية نهاراً 17 ليلاً، مادبة 32 نهاراً أجواء غالباً غائمة و15 ليلاً، البحر الميت أجواء حارة 36 درجة مئوية نهاراً بتسجل بالليل 22 درجة مئوية بإذن الله. ننتقل إلى المناطق الجنوبية، والكرك نهاراً 31 ليلاً 16، الطفيرة 30 نهاراً 15 ليلاً، معان 33 درجة مئوية نهاراً احتمالية لهطول زخات الأمطار الرعدية 18 ليلاً، الشوبك 28 درجة مئوية نهاراً 14 ليلاً، العقبة أجواء حارة 36 درجة مئوية نهاراً و24 درجة مئوية بتسجلها ليلاً بإذن الله. أخيراً ننتقل إلى المناطق الشرقية، كل ما الصفاوي الرويشد والأزرق، درجات حرارة متقاربة جداً بين 38 درجة مئوية و37 واحتمالية لهطول زخات من الأمطار رعدية، أما ليلاً تنخفض 18 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تابعوا تفاصيل نشراتنا القادمة، إلى اللقاء.